يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. طلابنا متحفزون لمسابقة القرآن الكريم، ولله الحمد نحن في بلد مبارك جعل من القرآن الكريم دستورا له، واعتنى بخدمته تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن أرسله معنا غدا يركع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف له الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.